طيب اذا احنا اليوم هلا رح نحاول نجاوب السؤال انه اذا عندي سبرينج ماس دامبر بدنا نطلع الريسبونس اللي هو الديسبيسمنت. اذا هذا السيستم ايش رح يكون له وايش الاوتبوت؟ فورس. الديسبيسمنت له فورس تمام والاوتبوت الديسبيسمنت. عندي هذه هون الارضيه اللي مثبتة زي جراوند. هذه جراوند ميكانيكي بيشبه الجراوند الكهربائي، كانه جراوند ميكانيكي، كان نقطه ثبات من هون او نقطه ثابته عندي هون. الماس اللي قلنا وحدتها كيلو جرام، ما فيها فريكشن بينها وبين التاج بين الارضيه. وعندي سبرينج كي وحده نيوتن متر، وعندي دامبر بي وحدتها نيوتن سكند بير متر، او اذا بتحب تفكر فيها تقدر تفكر فيها نيوتن بير متر بير سكند، يعني نيوتن بير متر بير سكند. خليني اقول لكم عندي هلا هون فورس F of T أثرت على هذا الجسم في هذا الاتجاه. راح أفضل تتذكروا حين عن initial conditions، راح نسهل هلا initial conditions. راح أفضل at time 0 لما باجي بطلع على هذا السيستم شو راح يكون؟ X 0 X of 0 0 و V of 0 0 two initial conditions. إذا راح أفضل عندي 0 بعدين راح نشوفوا إنه initial conditions إذا ما كانت 0 بإمكاننا نحل كمان، بس بدنا ننتبه كيف بدنا نحل. يعني ممكن ما يكونش initial conditions 0، يعني ممكن إنه هذا الجسم سرعته مش صفر، بتحرك تمام، او اكس مش صفر. يعني لو مش عند نقطه النيوترال بوينت زي حلها بهذا الاتجاه، زي ايش مثلا؟ اكس زيرو ما تساوي زيرو، لو انا مسكته وزحته بايدي والتايم زيرو في التراجع رح يكون الزبرق اكسباندد وراح يحاول يسحبه وراح يصير فيه بحركه. اذا انا راح افترض انه كونديشن زيرو، راح افترض انه اكس اوف زيرو بتساوي زيرو وبي اوف زيرو بتساوي زيرو. اذا عمال بفترض انه عندي زيرو انيشال كونديشنز. تتذكروا كمان دائما تتذكروا الاتجاه الكونفنشن. كونفنشن ايش يعني في اللغه؟ لغه لما نقول كونفنشن تقليد عرف. فهون احنا رح نفترض انه الكونفنشن كالساين اللي بدك اياه، بس المهم انك تكون كونسيستنت تمشي تبدا فيه وتضلك ماشي عليه. اذا احنا رح نفترض انه بوزيتيف في هذا الاتجاه. بتذكروا انه عندنا 1 ديجري اوف فريدم، هذا السيستم بس بيتحرك بهذا الاتجاه. اذا عندي هون اف اوف تي راح افرض انها بوزيتيف، واكس اوف تي راح افرض انها بوزيتيف في هذا الاتجاه. وكتبنا المعادله، بتتذكروا مشينا 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 المره الماضيه ووصلنا للترانسفير فانكشن. على فرض الترانسفير فانكشن ايش لازم اكون عارف قبل ما اكتب ترانسفير فانكشن؟ الانبوت والاوتبوت. تمام، اذا ما تحكي ما حد بيصير يحكي عن ترانسفير فانكشن هو شو حدد شو الانبوت والاوتبوت، هذا كلام تخبيص. لما كنا اختتم دائرة علمنا تمام احسنت بالضبط احسنت. اذا انا ما بقدر احكي عن انبوت واوتبوت، ما بقدر احكي عن ترانسفير فانكشن الا اكون عارف الانبوت واوتبوت. اذا الانبوت عندي لهذا السيستم هو الفورس، اذا عمالي باثر على الفورس. وتذكروا الفورس قلنا ممكن تكون مجال مغناطيسي، مجال كهربائي، ريح، اي شيء بدك اياه، ايش اعماله بحاول ياثر بفورس على هذه الماس. وصلنا للنتيجه النهائيه انه ترانسفير فانكشن لهذا السيستم اللي هي اكس اوف اس على f of s تساوي 1 m s سكوير زائد v s زائد. اذا لاحظوا كمان من هون x of s بتساوي f of s مضروبه في g of s. هذا راح نعمله الحين لما نروح للاندلاس ترانسبورت، راح نضرب هذولتين ببعض. خلوا لي هاي تتذكر انها موجوده لانها مهمه جدا لما اليوم بالحل بدنا نطلع الحل. اذا المساله عندنا بتكون اذا انا عارف f of t، f of t هي عباره عن step function units of unit 1 newtons. طبعا وحدتها هون newtons 1 newton، معناها اذا رسمت هاي step function راح تكون at time 0 اذا هذا الزمن هون t وهذه هون f of t راح يكون at time 0 قيمتها من minus infinity ل 0 قيمتها قديش؟ 0 و at time 0 بتتحول من 0 الى 1 newton. هذه ستيب فانكشن بنسميها، طبعا هي شوي تخيليه لانه ما صعب ان تنتقل فجاه من صفر لواحد، فهي فعليا فيها ميلان في الواقع رح اقول لها ميلان بسيط، بس احنا نفترض انه هذا اللي صار. السؤال اللي عم نساله اللي بدنا نجاوب عليه هو شو بصير في اكس اوف تي؟ هذا هو اللي بدنا نجاوبه. اذا كان الانبوت هيك، اذا كان الترانسفير فانكشن هيك تبعت هذا السيستم، شو الاوتبوت اللي بيطلع عندي؟ اكس اوف تي. طيب ليش لجأنا لللابلاس ترانسفورم؟ لانه اسهل، لانه اسهل حاله اني نحل في التايم، صعب اني احل هاي المساله في التايم دومين. اسهل بكثير اني الجا لللابلاس ترانسفورم واحل في الفريكونسي، في الكومبلكس فريكونسي دومين اللي هي اس، وبعدين ارد اعمل انفرس لابلاس ترانسفورم
وبطلع. فانا فعليا هلا راح اعمله الخطه تبعتنا. عندنا خطتنا انه ايش نعمل؟ نحول اف اوف تي استعمال اللابلاس ترانسفورم لايش؟ لاف اوف اس. فعمالي بعمل لابلاس ترانسفورم على اف اوف اس، وبعدين راح احول. حولنا احنا ترانسفير فانكشن، فاحنا وجدنا جي اوف اس. بعدين احنا من هون نعرف انه اكس اوف اس شو بتساوي؟ اف اوف اس في جي اوف اس. فراح نطلع قيمه اكس اوف اس بالكومبلكس فريكونسي دومين، اللي هي راح تكون عباره عن اف اوف اس اللي احنا طلعناها، وفي جي اوف اس بيعطينا محاضرتين وثلاثه لحد ما اشتقيناها من هون وصار عندي. فطلع معي اكس اوف اس. هلا شو راح اعمل على اكس اوف اس؟ حتى اطلع اكس اوف تي، ايش العمليه راح تصير هون؟ لابلاس انفرس لابلاس ترانسفورم. حتى اميزها انفرس شو راح تكون؟ انفرس لابلاس ترانسفورم. هاي الطريقه طبعا لجانا لطريقه طويله لانه صعب جدا. اذا بدي اعملها بدي اضطر استعمل عمليه اسمها الكونفوليوشن. الكونفوليوشن صعبه ومعقده في التايم دومين، اسهل بكثير. هون ايش حولت الكونفوليوشن في اللابلاس ترانسفورم في اللابلاس دومين في الكومبلكس فريكونسي دومين؟ ايش صارت العمليه هاي؟ عمليه ضرب. لاحظوا اللابلاس ترانسفورم ميزته انه الديفرنشيشن ايش بيحول لي اياها؟ لضرب في اس، والكونفوليوشن بتتحول لضرب لتو فانكشنز. اذا هاي الخطه تبعتنا، هاي الخطه اللي بدنا نتبعها حتى نقدر نحل ونطلع. رح ناخذ اليوم سيستم حقيقي. هلا لاحظوا في عندي ثلاث حالات مهمه لازم نتبينها هون، لانه هذا الريسبونس تبع السيستم ممكن يشكل ثلاث حالات. متذكرين حكيت لكم ممكن في حاله من الحالات يستجيب هذا السيستم اذا مثلا يعمل اوفر شوت ريسبونس. هذه حاله راح نسميها اندر دامت. وممكن يعمل كريتيكلي دامت، راح نشوفهم اليوم. بس اليوم راح ناخذ احنا الاوفر دامت. ممكن يكون اوفر دامت. شو بتتوقع بحاله الاوفر دامت؟ ايش راح تكون قيمه بي؟ مين اللي راح يعطيني الدامبنج هون في السيستم؟ الجيم. بي. اذا لما بقول اوفر دامب شو تتوقع قيمه بي راح تكون؟ بي اعلى من اعلى. وبحاله الاندر دامب اللي راح اختار لكم اياها انا اليوم، راح نختار حاله راح تكون اوفر دامب عشان الحل فتسهل علينا الحل. اذا هذول الثلاث حالات اذا بتطلع هون بالحالات اللي موجوده هون راح تكون عندي الاندر دامب سيستم راح يكون بي سكوير اقل من 4 ام كي. في حالة الكريتيكال دام راح تكون بي سكوير تساوي 4 ام كي، وفي حالة الاوفر دام اكثر من 4 ام كي. ايش بتذكركم هاي؟ الحل تبع كوادراتيك ايكويشن مضبوط. لما بحل كوادراتيك ايكويشن بصير عندي الحالات يعني. اذا هلا هذا هاي الفانكشن اللي موجود هون راح تكون ريسبونس عندي ثلاث حالات، انا راح اركز اليوم بس على حاله الاوفر دامب، راح ناخذ حاله الاوفر دامب راح احط ام بتساوي 1 كيلو جرام، بي بتساوي 5 نيوتن متر بير سكند، وكي اللي هي سبرينج ستيفنس تكون 3 أو 4 نيوتن. اف اوف تي اللي حطيناها عارفينها، وهذه عارفينها من هون. هذا السيستم ايش وضعيته؟ اندر دامت كريتيكلي دامت ولا اوفر دامت؟ اوفر. لانه 5 في 5 25 اكبر من 1 في 4 في 4 مضبوط 16. 25 اكبر من 16. وانا عملت كمان سهلت الارقام بحيث انه يطلع معي رقم سهل حتى نقدر نكمل. ماشي واضح هاي. اذا هلا بدنا نحل هذا السيستم، بدنا نحل هذه المعادله ونطلع ريسبونس. رح نستعمل شيء اسمه اللابلاس ترانسفورم. رح اعطيكم ناخذ فكره عن اللابلاس ترانسفورم. اذا رح اخلي هاي، رح اخلي هاي، رح نحل باقي هون، رح نتذكر هذه من هون. اذا رح اخلي بس هذا الجزء من هون، ورح انقل الارقام اللي موجوده هنا احطها هون. اذا انا هون عندي 1 كيلو جرام، هذا عندي 4 نيوتن بير متر، وهذا عندي 5 نيوتن بير متر بير سكند. وراح احكي الجهه هاي الموجوده هون. خلينا
بنقدر نشوف هلا كيف بدنا نطلع. بدنا نتذكر نراجع اللابلاس ترانسفورم. اللابلاس ترانسفورم في عندي تو ترانسفورميشنز بيهموني. بهمني اول شيء يو اوف تي، هاي فانكشن، هاي فانكشن اوف تايم مش هيك؟ واليو اوف تي عارفين احنا شو هي فيزيكلي، شو هي؟ فانكشن بتكون زيرو او ما لها قيمه قبل تايم زيرو، والتايم زيرو ايش بتصير؟ هاي بتصير 1، وممكن اضربها باللي بدك اياه، بتحب انها تكون 10 اضربها 10 يو اوف تي، بدك اياها 5 بتكون 5 يو اوف تي، بس يو اوف تي نفسها هي 1، الارتفاع تبعها 1. اذا هاي اللابلاس ترانسفورم تبعها 1 هلا بس بدون اثبات، ما رح احط اثبات، هذه مش ماده لابلاس ترانسفورم ولا ديفرنشال ايكويشن، صح؟ احنا رح نقول انه هي، لاحظ اذا كان هذا الواحد الاس مش لشيء كان كونستنت، لو شيء كان 5 قيمته 1 ماينس انفينيتي وزيرو ضل واحد بلس انفينيتي صار واحد، هذا مش ستيب فانكشن. لاحظين هاي النقطة مهمة جدا انتبهوا عليها. هاي ستيب فانكشن. هاي بالتايم دومين، اللابلاس ترانسفورم تبعها ايش؟ واحد على اس. لكن هذه مش ستيب فانكشن. هاي ماينس انفينيتي قديش كانت قيمتها؟ واحد. واحد بلس انفينيتي قيمتها؟ والزيرو هذه مش ستيب فانكشن. ستيب فانكشن هي الشيء اللي بتغير التايم زيرو، بتغير من زيرو لواحد. اذا هذا لابلاس ترانسفورم مهم، اذا انا بحول هذا لابلاس ترانسفورم، طبعا لابلاس ترانسفورم بهذا الاتجاه، انفرس لابلاس ترانسفورم بهذا الاتجاه. لو عندي واحد على اس، طب لو ضربت هاي 5 يو اوف تي شو بتصير هاي؟ 5 واحد على اس، هاي بتصير طبيعه اللابلاس ترانسفورم. هذا اللي يهمني اول شيء، وبيهمني كمان اي تو ذا ماينس اي تي، ايش هذه الفانكشن؟ اكسبوننشال ديكي، اكسبوننشال ديكي، ايش يعني ديكي؟ تو ديكي، اسنانك لما بيسوسوا ايش بنقول فيهم؟ ديكي، الديكي مش عماله بينزل مع الزمن، بيختفي مع الزمن، بتقل قيمته مع الزمن. اذا هذا اي اي اوف تي حتى يكون دقيقين 100%، لاحظوا انتبهوا علي هون، هذه احنا ضمنيا معظم الكتب ما بتحطها بس هي كانها مطلوبه في يو اوف تي. شو يعني لما بضرب شيء في يو اوف تي؟ كاني ايش عمال بقول لهذا الشيء؟ يزيد بضربه في يو اوف تي، انتبه ايش يعني شفت؟ لا بعد الزيرو تمام، اذا هو it doesn't exist قبل تايم زيرو، ما لهش قيمه، كاني مسحت كل وجوده من ماينس انفينيتي للزيرو، ها؟ لما بضرب اي فانكشن، يعني لو كان عندي فانكشن زي هيك وضربت هاي الفانكشن في يو اوف تي، كاني شو عملت؟ كاني انا صفرت، ها؟ هاي لما ضربتها في يو اوف تي، نفس الشيء هاي لما بضربها في يو اوف تي، فكاني عمالي بقول انه هذا الشيء ما له وجود قبل تايم زيرو. اذا هذا راح يصير عندي هون 1 على اس بلس ضمنيا هاي موجوده، ها؟ كثير من الجداول اذا بتفتح كتب ما راح تكون حاططها، بس هي ضمنيا، لاحظوا هاي شو بتختلف عن هاي؟ يعني عملت شيفت مش هيك؟ فالضرب في اي تو ذا ماينس اي اوف تي في التايم دومين، ايش نتج عنه في الفريكونسي دومين؟ شيفت شيفت بلس. ما راح احط اليو اوف تي بس انتم تذكروها انها موجوده، اليو اوف تي موجوده هون. انا ما بقولش محتاج شيء ثاني غير هذول هلا عشان نقدر نحل اليوم ونكمل حلقه. مش رح احتاج الساين والكوساين لانك مش ماخذين الاوفر الاندر داوت. بس رح نركز. اذا هذول واضحين التنين الترانسفورميشنز وهذول بيمشوا بالاتجاهين، إذا عندي هاي بقدر أرجعها لهون، وإذا عندي هاي بقدر أجيبها لهون. هذول بيرز، هذول بنسميهم بيرز، بيرز يعني أزواج، أزواج، لذلك دائما في عندي لابلاس ترانسفورم بير بنسميه، لأنه لازم هذا في له شيء هون وهذا في له شيء هون فبنسميهم أزواج. إذا صار عندي هلا المعلومات الكافية حتى أقدر أكمل وأحل المسألة هاي. إذا نذكر ذكرنا شو خطتنا هلا؟ شو كانت خطتنا نعمل؟ جي أو إس عندي جاهز مش هيك؟ إذا ضل شو الشيء الوحيد اللي بدي أعمله؟ حول اكس، حول اف اوف تي. إذا ايش اف اوف اس؟ بدي أعمل هلا لابلاس ترانسفورم على اف اوف تي اللي هو لابلاس ترانسفورم على يو اوف تي. بس يو اوف تي أنا سهل عندي عارف. طيب صار عندي هلا اف اوف اس، طبعا هذا اللي هو اف اوف اس. عندي اف اوف اس وعندي جي اوف اس، إذا اكس كابيتال اكس اوف اس شو بتساوي؟ تساوي اف اوف اس في جي اوف اس مش هيك؟ اذا بضرب واحد على اس في هاي اللي موجوده هون، فانا هون بقى كمان بدي اعوض القيم اللي عندي، هي عندي واحد وخمسه واربعه، فراح يصير عندي هلا واحد على اس اللي جاي من اف اوف اس، وعندي كمان جاي واحد على ام واحد اس سكوير،
بي 5 5 اس وكي 4 مظبوط واضح من هاي؟ هلا شو نطلع الخطوه اللي لازم اعملها؟ تحليل. بدي احلل تمام وبدي عشان ارجع، ليش بدي احلل؟ بتطلعوا على هاي في هاي بتشبه شيء من هدول؟ لا ما طيب اذا خطتي اذا انا بعرف ارجع من هون لهون ليش بدي احول هاي؟ بدي احول هاي ليش بيشبه واحد؟ اذا قدرت احول هاي احللها افككها لايش بيشبه هدول معناها بقدر احول كل واحد منهم ارجعه واجمعه. اذا هاي بدي احللها للعوامل تبعيتها. يعني بدي احاول هلا بدي احلل اس سكوير زائد 5 اس زائد 4 كيف بحلل 5 اس سكوير زائد 5 اس زائد 4؟ تذكروا من الكوادراتيك ايكويشن مش كنتوا تحلوا المعادلات التربيعيه؟ لو بدي احلل اس سكوير زائد 5 اس زائد 4 بدي احاول احللها جزئين زي هيك مظبوط؟ متذكرين المعادله؟ اسمع ما بس اس زائد 1 اس زائد 1 تمام؟ بس اس زائد 4 واس زائد 4 مظبوط هيك؟ اذا بتاكد منها اس في اس 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 سكوير 1 اس و4 اس 5 اس و4 في 1 4 اوكي مظبوط؟ اذا ما عرفت شو تلخبطت شو بتقدر تستعمل؟ حافظين المعادله؟ ماينس بي بلس ماينس سكوير روت اوف بي سكوير ماينس 4 اي سي يعني في حد بتذكرها؟ في حد عمره ما سمع بهي المعادله؟ ما فيش ما بزعل بس حتى اعرف هاي معادله في لو عندي هون اكس تساوي ماينس بي هاي طبعا مش بي ما لهاش علاقه في بي بي هون هاي في عمره حد ما شافها ما بتذكرها في جزء كبير كان مش شايفها لما في كنت في هذا ما كنت تحل معادله تربيعيه هاي اذا عندي معادله تربيعيه اللي هي A x سكوير زائد bx زائد c تساوي زيرو هنحل هاي المعادله التربيعيه هاي المعادله هاي المضبوط اللي مكمل فيها مربع وهذا طيب هي صار عندي s بلس 1 في s بلس 4 اذا انا بدي اخذ s بلس 1 في s بلس 4 وراح احطهم هون صار عندي 1 على s مضروب في 1 على s بلس 1 مضروب في 1 على s بلس واضح؟ هلا هدول مضروبين هون لازم احللهم حتى اعملهم مجموع هدول الاشياء، ها؟ واحد زائد الثاني زائد الثالث، يعني هدفي الان اوصل ل A على S زائد B على S بلس 1 زائد C على S بلس 4. شو بتسمي العملية هاي؟ عملية اني احول من هذا الشكل لهذا الشكل، مين بتذكر؟ Partial fraction expansion، تمام احسنت. Partial fraction expansion، partial fraction expansion اني بحلل هذا الحصول، هاي الكمية هي نفسها هاي الكمية، بس في عندي مجاهيل هون، ايش هم؟ الـ A و B و C. في طريقة سهلة وسريعة اسمها الريزيجو، في أكثر من طريقة طبعاً. في طريقة اسمها الريزيجو، طريقة الريزيجو شو بتقول؟ إني بضرب الطرفين مثلاً في S. لو ضربت الطرفين في S هي عندي هذا بده يساوي هذا اللي موجود هون. لو ضربت الطرفين في S راح يختفي عندي هذا الشكل مش هيك مش هذا راح يختفي الاس اللي تحت راح تختفي راح يصير هذا مضروب في الاس وهذا مضروب في الاس خلينا نعمل هاي العمليه اذا اول شيء راح اضرب الطرفين مالتيبلاي بوث سايدز باي اس راح يصير عندي 1 على اس سكوير زائد 5 اس زائد 4 يساوي لما بضرب هذا في اس راح يصير عندي A زائد هون راح يصير عندي اس 4 فراح يصير عندي هون اس في بي على S بلس 1 وهون راح يصير في عندي S 4 هي S في C على S بلس 4 هلا شو بعوض قيمة S؟ بعوض قيمة S بحيث انه يختفي هذا ويختفي هذا، ايش قيمة S اللي بتخلي هذا يختفي زيرو يختفي؟ زيرو لو عوضت S زيرو هون شو بصير عندي؟ ايش بيطلع عندي قيمتين؟ شايفين ما اسهل الريزيجو هاي طريقة الريزيجو؟ هلا بضرب ثاني مرة في ايش؟ S بلس 1 اضرب كل الاطراف في اس بلس 1 شو بصير عندي بيختفي اس بلس 1 من هون بصير عندي احنا عملنا هيك مظبوط واحنا كان الاصح انه نستعمل هاي لو ضربت في اس بلس 1 شو ضل عندي الان 1 على اس في اس بلس 4 بتساوي
ايه لما اقول ما في اس بلس 1 بصير عندي فوق اس بلس 1 على اس في ايه زائد اس بلس 1 مع اس بلس 1 بيختفوا. شو بضل عندي؟ بي زائد وبعدين هون بصير عندي اس بلس 1 على اس بلس 4 في سي. شو بقدر اعوض الان بحيث انه يختفي هذا التيرم ماينس 1؟ تمام. اذا عوضت 1 ماينس 1 شو بصير عندي؟ بصير عندي ماينس 1 بلس 1 يعني 0 0. اذا هذا كله جوه اللي تحت ما خلص ضربت في زيرو انتهى مش هيك؟ واس بلس 1 كمان ماينس 1 بلس 1 زيرو اذا هذا بيختفي. وهون بعوض اس بلس 1 بيطلع معي قيمه بي. اذا عوضت اس ماينس 1 شو يصير عندي هون هلا؟ يصير عندي هون هلا على ماينس 1 وماينس 1 بلس 4 شو بتعطيني؟ ماينس 1. اذا بي شو بتساوي؟ ماينس 1. طيب ايش هلا مضروب اخر شيء؟ اس بلس 4. اس بلس 4 مضروب الجهتين في اس بلس 4 رح يختفي الاس بلس 4 هذا، رح يختفي الاس بلس 4 هذا، رح يصير عندي 1 على اس في اس بلس 1 بتساوي هذا رح يصير سي، هذا رح يصير اس بلس 4 على اس في ايه زائد اس بلس 4 على اس بلس 1 في بي زائد سي. كيف انا بدي اخلي هدول يختفوا؟ ايش بعوض؟ ماينس 4 بروح هاد بروح هاد، بضل عندي سي شو بيساوي؟ 1 على ماينس 4 ماينس 4 بلس 1 ماينس 3 شو بصير عندي؟ هاي سي 1 على 12. هاي الطريقة إذا بدك تتذكرها طريقة جيدة اسمها طريقة الريزيجيو. ريزيجيو يعني كأنها كلمة باقي المتبقي بالضبط قيمة الريزيجيو. أسهل من الطريقة الثانية، الطريقة الثانية بتصير تحل معادلات سيمولتينس ايكويشنز مرات بتغلب. هاي اسرع طريقه واسهل طريقه لما يكون في عندي جذور متكرره راح نشوف بتسهل علينا اسهل كثير. واضحه هاي الطريقه؟ اذا نحن شو الهدف من العمليه؟ شو عملنا الان؟ عملنا بارشل فراكشن اكسبانشن، حللنا هذا الشكل، حللنا له الشكل هذا اللي موجود هون. اذا شو صارت هلا اكس اوف اس؟ خلينا احطها تحت هون اكس اوف اس اللي هي لساها بالفريكونسي دومين، يعني عمالنا نجهز لايش؟ جاهز يصير بالشكل هذا. اذا صار بالشكل هذا سهل اني اعمل انفرس لابلاس ترانسفورم. اذا اعطوني اول شيء ايه قديش كانت قيمتها طلعت؟ 1 على 4. اذا بتصير عندي 1 على 4 اس، هي اول ترم. الترم الثاني هي ايش طلعت معنا؟ طلعت نيجاتيف بي مش هيك؟ ناقص 1 على 3 وايش مضروب تحت؟ اس بلس 1. مش تروح تاخذ وتحط 3 فوق بي ناقص 1 على 3. واخر شيء سي قديش طلعت معنا؟ 1 على 12 مش هيك؟ اس اس بلس 4. طيب شو الاقتراح هلا؟ كيف بقدر اكملها؟ هلا انا عندي النقطة اللي بدي احول من ايش؟ هلا انا جاهز احول على الانفرس لابلاس ترانسفورم من الان على اكس اوف اس عشان ايش اطلع اذا عملت انفرس لابلاس ترانسفورم؟ شو بيطلع معي؟ اكس اوف تي تمام اكس اوف تي. هل هذه جاهزة بشكل عام هذا؟ انها تتحول تترجع؟ هل بتشبه شيء على الجهه اليمين من هذا التيبل؟ نعم هاي تشبه 1 على اس بتشبه هاي. شو الاختلاف بين هاي وهاي؟ وهي 1 على 4 هاي بتشبه 1 على 4 سهل بضرب الجهتين في 1 على 4. هاي شو بتشبه؟ اس بلس اي 1 على اس بلس اي بتشبه هاي مضبوط؟ اذا هاي جاهزه بس الاختلاف ايش بدي انتبه؟ ناقص 1 على 3 بضرب الجهه الثانيه ناقص 1 على 3 وهذه الجهه عندي كمان نفس الشيء 1 على اس زائد 4. اذا احنا جاهزين نحول مش هيك؟ جاهزين نرجع، راح امحي الجهه هذيك هلا، هلا خلصنا من البارشل فراكشن اكسبانشن راح امحيه، وراح اخلي بس هاي المعادله اللي موجوده تحت. اذا خلينا هلا نطلع اكس اوف تي بالتايم دومين اللي ناتجه عن هذول. فراح تصير عندي هلا اكس اوف تي، يلا انتوا اعطوني ايش اول تيرم؟ 1 على 4 اس ايش راح يصير؟ 1 على 4 يو اوف تي. شوفوا ايش راح اعمل هلا عشان ما ننساش. راح احط هاي الخطه الصغيره راح احط لكم اياها بالازرق عشان ما تنسوها. ايش راح احطهم بالازرق؟ راح احطهم ماينس 3. لا لا انا قصدي بس برجع على هاي عشان ما ننساهاش. ايش احنا قلنا هاي بتفرق فيها؟ يو اف تي. يو اف تي. راح احط يو اف تي انا هون الخط الصغير بالازرق عشان ما ننساه. نتذكر انه كل شيء مضروب في يو اف تي. ما في وجود للهاي، ما في وجود قبل التايم زي. طيب الثاني هلا 1 على اس بلس اي شو راح تصير؟ ايه قديش قيمتها؟ هلا انتبه على الاشاره، الاشاره هاي ايش هون؟ بلس بس هذه هون ماينس. اذا 1 على اس زائد 1 ايش راح تتحول؟ لاي ايش؟
باور ماينس 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 من هاي راح تصير بي تو ذا ماينس تي 1 تي بس ما لازم انسى ماينس ناقص 1 على 3 بصير عندي ناقص 1 على 3 واذا بدي اكون دقيق 100% بايش لازم اضرب كل شيء يو اوف تي خلينا نحط اليو اوف تي هون عشان ما ننسى عشان ما تقول لي انه هاي مضروبه في اوف تي وهاي مش مضروبه في اوف تي كله مضروب في اوف تي يو اوف تي يو اوف تي ها طيب واخر وحده S زائد 1 على S زائد 4 A قديش قيمتها هون؟ 4 إذا إيش راح تصير على الجهة الثانية؟ ماينس 4 ماينس 4 E to the minus 40 وما لازم أنسى؟ 12 زائد 1 على 12 وكمان U of T يعني إذا بدك تطلع ال U of T كلها برا وإيش بتطلع أنت شو هلا؟ 1 على 4 ماينس 1 على 3 E to the minus T زائد 1 على 12 E to the minus 40 وهذا هو الحل كل اللي بتقول لي اياه يو اوف تي هون ايش؟ اي قيمه قبل الزيرو بدك تصفرها اي قيمه بعد الزيرو تضربها فوق صار عندي هذا عباره عن 1 على 4 طيب هلا انتم احكوا لي هون شو بصير بهذا التيرم بعد فتره طويله جدا من الزمن اي تو ذا ماينس تي بس يزيد الزمن كثير شو بصير فيه؟ تذكروا كلمه ديكي ايش الديكي؟ ديكي يعني عماله بنزل لزيرو انه هذه عباره شكل هلا بدي ارسمها راح تكون شكلها بهذا الشكل هيك هيك وبعد فترة طويلة جدا بطلع هذا السبب وعندي نفس الشيء هون كمان هذا راح يصير إذا بعد فترة طويلة جدا شو راح يصير بالتيرم سنتين هذول؟ بصير بالصف إذا لوين عمالي بروح للقيمة اللي بدي أوصلها في النهاية وعمل سيتلينج عليها ستيدي ستيت ربع يعني بروح على ربع الربع هذا على فكرة سببه الأربعة كي لأنه كي قيمتها أربعة إذا أنا لو رسمت هذه راح يطلع معي شكل تقريبا زي هيك هلا بنرسمه بالتفصيل راح يطلع معي شكل زي هيك خليني ارسم ال F of T راح ارسمهم بلونين مختلفين الفورس اللي داخل عندي كان قيمتها 1 نيوتن وهذه هون F of T وصارت عندي تايم 0 والريسبونس اللي راح يصير عندي راح يقترب من ربع ربع طبعا هذه وحدتها ايش الديسبيسمنت؟ متر متر وحدة الفورس النيوتن إذا هذا راح يصير في عندي ريسبونس تقريبا إذا حطيت السكيل نفسه يمكن أنا الرسم تبعي مش ربع مضبوط بس هذا راح يصير عندي اكس اوف تي بعد فترة طويلة جدا رايش تحت طبعا سرعة الديكي عايشة بتعتمد قديش السرعة على التايم كونستنت معامل تي معامل تي هو اللي بيحدد لي قديش سرعة كل ما كان أكبر معناها بيختفي أسرع القيمة هاي بتختفي أسرع إذا تذكروا إنه هذا السيستم أوفر دامت مش هيك؟ أوفر دامت ما صار عندي أوفر شوت. إمتى بصير عندي أوفر شوت بأي حالة؟ أندر دامت بالأندر دامت سيستم. والحالة اللي بصير فيها أندر دامت سيستم رح نحلها المرات الجاية مش اليوم. لما يصير في عندي أندر دامت سيستم رح ألاقي إنه هذه الماس ما بتوقف. عند النقطة بتصير تعمل اهتزاز لحد ما توقف. هلا رح نعمل باللي ضل من المحاضرة بدي أفرجيكم كيف نحل هذا كله في الماتلاب.